السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد التجربة نتاع شاب يحول أراضي سهبية رعوية إلى جنة خضراء تعج بكل أنواع المنتوجات الفلاحية. ونخليكم بدون ما نطول عليكم، نخليكم تتابعوا هذا الفيديو عن هذا الشاب. والسلام عليكم. تمتلك ولاية عمى مؤهلات فلاحية كافية لتصبح قطبا فلاحيا بامتياز في مجال الزراعة الاستراتيجية الكبرى بالنظر إلى عدد المساحات الزراعية التي تتوزع على عدد من بلديات الولاية، غير بعيد عن بلدية عمى وبالضبط بمنطقة سويقة. تمكن الفلاح الشاب عبد الكريم مسجم من تحدي كل المعوقات المناخية ليحول أراضي جرداء إلى أراضي خصبة تتنوع فيها مختلف المزروعات، أراض كان يعتبرها غالبية الفلاحين بالمنطقة على أنها غير قادرة على الإنتاج، لكن الإرادة والتحدي من قبل عبد الكريم مسجم جعلت من هذه المساحات الزراعية مساحات مسقية بهذه المنطقة، ليطمح صاحبها إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال زراعات كبرى كالقمح اللين والصلب وزراعات الذرة. لا، الفكره جاتنا احنا من زمان نحبوا الفلاح. صاحب المزرعه هذه عرض عليا للبيع، توجهت ليها وبديت في العمل تاعي على خش نحبوا من زمان الفلاحه، نحبوها مليح والله. ما الحمد لله كنت وحدي نعمل وحدي، لكن مؤخرا كان التفات الدوله تاعنا، التفت لينا وساعدتنا وعاونتنا. المساحه اللي مني مستغلنا الفصه هكتارين، عندنا الشوفان 8 هكتارات، عندنا فيما يخص الشجره المثمره عندنا حوالي 3000 ل 4000 شجره تاع زيتون، عندنا الشجره تاع سانتا ماريا الاجاس، عندنا الخوخ النكتارين، عندنا الكرم تاع المنطقه هذه تاعنا، وعندنا الرمان السفري تاع المنطقه تلمسان، وان شاء الله عندنا طموح في الزياده ان شاء الله. شاورت ناس وكانت عندي تجربه، اول ما بديت بتجربه نتاع اشجار، بعد مرت 3 سنوات عرفت واش يصلحنا في هذه المنطقه واش ما يصلحش، واستشرنا ودرنا بحوث والحمد لله عرفنا الشجره اللي تنجح واللي ما تنجحش. الكهرباء كان متوفر نعم، بصح الماء نعانوا منه، نقص من الماء، عندنا بئر واحد ورانا نعانوا من نقص من المياه، لكن كانت عندنا زياره للسلطات ووعدتنا جاتنا ووعدتنا باش ان شاء الله تسهل لنا الامور تاعنا وتلتفت لينا وتشوف لنا المشاكل تاعنا كاع، وعطاونا وعد ان شاء الله باش يسهلوا لنا ويعطونا فوراج يزيدونا. عندي طموحات في الزراعات الكبرى، رانا طلبنا من المصالح تاع الفلاحه تاعنا من سيد الوالي باش يعطينا رش محوري، مستعد باش نخدم 30 هكتار ولا نتاع قمح، والمايس في 10 هكتارات مستعد ليها الان باش نخدمها. عندنا الاشكال هذا نتاع الماء ونتاع السقي، وراهم تلفتوا لنا وقلنا ان شاء الله نعاونكم فيه، وان شاء الله عندي طموح كبير باش ندير مستثمره فلاحيه كبيره تكون على مستوى ولاية النعامة. هذا وتسعى السلطات الولائية بالنعامة إلى توجيه كل اهتماماتها إلى المناطق الحدودية التي تتوفر على إمكانات فلاحية معتبر، حيث تم إصدار عدة التوجيهات لمنح رخص حفر الآبار لتحقيق نتائج نوعية في مختلف المنتوجات الزراعية. موقع جغرافي هام ومناخ معتدل وقابلية الأراضي لإنتاج كل أنواع المزروعات للمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، كلها عوامل جعلت من مصالح الفلاحة والتنمية الريفية بنعامة تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الفلاحي من خلال مرافقة صغار الفلاحين وتجنيد الموارد المائية وإيصال حصص إضافية من الكهرباء الفلاحية للمساهمة الفعالة في ترقية النشاط الفلاحي. رغم كل هذه التحديات المختلفة من قبل المستثمر عبد الكريم مسجم، إلا أن إشكالية ضعف الطاقة الكهربائية بإمكانه حسبه أن يتسبب في تراجع الأنشطة الفلاحية ما لم تسارع الجهات المختصة في الرفع من هذه الطاقة لمواصلة النشاط الزراعي بالمنطقة. المشاكل عندنا في مسألة الضوء، مسألة الصورة الغاز، الضوء عندنا هنا الضوء واصل الحمد لله، لكن راه عندنا كي عندنا البومبا 30 شوفو ولا خطرت نديرو 40 شوفو، القوة نتاعها راها طيح لنا الضوء،
عندنا غير كاب نورمال، ما عندناش ترانسفو، نحتاج الان ترانسفو. مصالح ولايه النعامه فتحت الابواب امام المستثمرين الخواص للولوج الى عالم الفلاحه، نظرا لما تتوفر عليه المنطقه من مقدرات زراعيه لممارسه مختلف الانشطه الفلاحيه لتحقيق التنميه المستدامه. ندعو جميع ابناء المنطقه اللي رانا نشأنا محيطات للاستثمار فيها، للشباب البطان، الشباب اصحاب المشاريع على مستوى الولايه، لتقدم هناك محيطات انشئت لتكفل بانشغالاتهم. بالنسبه للاستثمارات الكبرى ندعو المستثمرين خارج الولايه واصحاب التجارب باش يلتحقوا احنا بالولايه، وحنا رايحين نوقفوا معهم ونسهلوا لهم الاستثمار في هذا الجانب، وكل شروط النجاح يعني راها متوفرة بهذه الولاية الفلاحية بامتياز. وتبقى ولاية النعامة من بين أهم ولايات الوطن التي تتوفر على ثروات فلاحية، في حاجة ماسة إلى كبار المستثمرين لجعلها منطقة زراعية تنافس كبريات المناطق الرائدة في النشاط الفلاحي تماشيا مع مؤهلاتها وخصوبة أراضيها. زيادة من 27 هكتارا من أراضي